ببروفيسور اوف شيست ديسيز، دايركتور اوف شيست يونت قصر العيني. مش بس كده، كمان دكتور محمد عبد الحكيم النادي هو طبعا ممبر في الكوفيد 19 كوميتي اوف ذا ايجيبشن مينستري اوف هيلث، هيكلمنا النهارده ان شاء الله على كوفيد 19 بيبي ديسيز ستيل جروينج. اتفضل يا دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور أحمد على تقديمك ليا، و أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في اللقاء الثالث مع شركة دولكس لاب. وفي الحقيقة النهاردة هنتكلم مع موضوع من موضوعات الكورونا اللي احنا لسه حتى الآن بنتكلم عليها، إن هي بيبي ديزيز ستيل جروينج. هو في الحقيقة مش البيبي ديزيز هو اللي ستيل جروينج، هو النولج بتاعتنا هي اللي still growing about this baby disease. يعني ايه؟ يعني كل يوم بيعدي كل ما معرفتنا وادراكنا للكوفيد 19 بيزيد. النهارده هيبقى الحديث بتاعنا دائر حول مدى فاعليه الفاكسينز اللي طالعه في الوقت الراهن، والفايولنس اللي هو بيستخدم ضد المراه بسبب قعاد الراجل في البيت. انا كنت فاكر ان دي اكذوبه او اضحوكه، لكن اتضح ان هي فعلا حاجه حقيقيه الدبليو اتش او بتنبه ليها. وهنتكلم بعد كده على البروتوكول المصري والحاجات اللي هي تم تحديثها، والحاجات اللي هي برضو فاجئتنا بيها منظمه الصحه العالميه بعد نزول البروتوكولات ان هي بقت فعاله او غير فعاله، فهنشوف الحوار هيتم ازاي. فانا اقصد بكلمه بيبي ديزيز ستيل جروينج، ستيل جروينج نوليدج، still growing awareness, still growing information about the COVID، سواء المانجمنت، سواء البريفنشن، سواء البروفيلاكسيس، سواء الديزيز باثوجينيستي، سواء الديزيز بريفنشن. عايزين نقول اول حاجه ان الكوفيد 19 هو مرض ما فيهوش بركه زي امراض زمان. يعني زمان لما جه جنون البقر رخص اللحمه وخلانا ناكل لحمه كويس، ولما جت انفلونزا الطيور الفراخ رخصت وبقينا ناكل فراخ كويس. والكورونا بقى للاسف لما جت ما استفدناش منها بشيلن، بالعكس بقينا نشتري كمامات وبنشتري مطهرات. فعلا امراض زمان كان فيها بركه اكتر. وبعدين 2020 مش عارفين هي مش عايزه تخش ولا يعني تخلص، واحنا كاننا يعني ايه بنقول يا هادي وعايزين نفتح الباب ل 2021 بهذه الصوره، وقلقانين وخايفين لحسن يحدث ما لا يحمد عقباه، ربنا يستر. دكاترة في الحقيقة شغالين شغل جامد، هم والتمريض والطاقم الطبي كله، فن الإشاعة ودكاترة الإشاعة ودكاترة الرعاية والأمن والحراس بتوع المستشفيات والمحاسبين بتوع المستشفيات، كله شغال عامل زي بالظبط قد الكورونا عايزة تخش، وإحنا عمالين بنحجز عليها والناس عايشة حياتها بالطول والعرض، ودي مشكلة كبيرة بندفع تمنها من وقت للتاني أضعاف مضاعفة. تمام. أول حاجة بحب ألفت النظر ليها وإحنا داخلين على فصل الشتاء شهر 11 وشهر 12، إن إحنا هنبتدي نتلخبط ما بين الفلو والكوفيد. الفلو اللي هو الإنفلونزا، وإحنا يمكن اتكلمنا قبل كده إن ديتيلز ما بين الكومن كولد والفلو اللي هو الإنفلونزا والكوفيد 19 وإزاي نفرق ما بينهم على اليوتيوب، ونقدر نرجع لها في أي وقت محاضرة كاملة. لكن عايز أقول إن حتى الآن عندنا مشكلة جامدة جدا، بقول له ثانية واحدة، يكونش البرد اللي بيجي لنا هنا في مصر العالم مسميه كورونا، ده احتمال وارد. ليه؟ لأن زي ما حضراتكم شايفين كده الاتنين بيشتركوا في معظم الأعراض، السخونية والحرارة والإرهاق والكحة ووجع الزور والصداع والرشح بتاع الأنف والنهجان وتكسير الجسم والدياريه والفوميتنج، الاثنين بيعملوهم. لكن لازم نفتكر ثلاث حاجات بيفرقوا ما بين الفلو اللي هي الانفلونزا والكوفيد 19. ايه هم؟ اول حاجه لو جه العيان قال لك sudden unexplained loss of taste or smell، يبقى ده على طول كوفيد 19 until proved otherwise، اللي بنسميها انوزميا واجيزيا. وبعد كده لو كانت عينيه محمره ومنفخه تمشي اكتر مع الكوفيد 19، والسكين راش يمشي اكتر مع الكوفيد 19. يبقى لو سمحت دول ثلاث حاجات مهمين جدا، اللوس اوف تيست والسميل والريد سوولن اي والسكين راش. وناخد بالنا ان الانكيوبيشن بيريود او الانست، بلاش نقول انكيوبيشن بيريود، لحد اما المرض يبتدي يظهر هنا من 1 ل 4 ايام،
هنا من 4 ل 14 يوم، يعني في فتره كده عامله زي فتره الجواز في اول شهر العسل. زي ما واحده كده صاحبه عبله كامل سالتها الجواز حلو ولا وحش، قالت لها زي الكورونا، اول 14 يوم ما فيش اعراض، لكن الانفلونزا اول 4 ايام بس، بعد كده تحس باختناق وضيق في التنفس، وبعدها انت ومناعتك وتشوفي بقى الدنيا هتمشي مايلد ولا مودريت ولا سيفير ولا كريتيك. طيب نيجي بقى لأول حاجة، بنقول إن الـ WHO أو الـ World Health Organization كانوا عاملين يوم بيقولوا إن اليوم دوت هو عبارة عن الـ End Violence Against Women During the Pandemic COVID-19 والـ Risk of Violence Increased Due To. أنا في الحقيقة لما قريتها قلت هل دي حاجة يعني خبر كاذب ولا بتاع، لكن اتضح بعد كده إن لأ، ده الـ WHO وكذا منظمة معمولين وبيقولوا إن فعلاً في عندنا violence is increased due to more time at home. الست والراجل بقى يقعدوا في البيت، والراجل بقى يخلص شغله عن طريق النت، والرايزنج ستريس والخوف والايزوليشن from social support network limited access to the critical services، كل ده خلى العنف ما بين الراجل والمرأة يزيد. واحنا طبعا عندنا زي ما انتوا عارفين بنخاف على الراجل، قصدي بنخاف على 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 مش عارف مين، نخاف على الست اكتر ولا على الراجل اكتر؟ راي حضراتكم ايه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. يقول لك ايه، governments الحكومات بقى، بس ده في بلاد بره في الحقيقه، can help protect women and their children from violence. violence يعني من عنف الراجل، يعني الدنيا مش هتبقى مظبوطه قوي. وده بينكلود violence against women essential services in covid 19 emergency preparedness and response plans، وعاملين سيستم وازاي تتصل بالتليفون وتشتكي وتحكي. لكن احنا عندنا في مصر الموضوع مش كده، الموضوع يعني زي ما انتم شايفين كده في المزوجه الثانيه سناء جميل بتقول له سمعت ان انت قاعد بتكتب على الفيس انك مخنوق من قعدتك معايا يا عثمان، قال لها ابدا والله دي صفحتي ايه المسروقه، وبيقول لها كده طبعا خوفا منها وليس اكثر ولا اقل. كمان استشار الصحة النفسية طلع وبيقول دراسة رسمية أثبتت أن المرأة المصرية هي الأولى على العالم في ضرب الأزواج، فالفايولنس أنا أعتقد أنه هو المفروض يحمي الراجل ولا يحمي المرأة، وإلا إذا هنروح بقى لليوم العالمي للتسامح ويبقى كل واحد شايل إيه السلاح بتاعه في البيت. يبقى ده أول موضوع، أن إحنا لازم نقلل الفايولنس، ولازم ناخد بالنا من السوشيال أسبيكس، ولازم ناخد بالنا من الديبريشن عشان الدنيا تعدي على خير. تاني انتيتي واهم انتيتي في الحياه وانا عايز اتكلم فيه ان ديتيلز، ان احنا لو قلنا 2020 هي سنه الكمامه، هتبقى 2021 هي سنه التطعيم. خلاص عايزين نقول ان دلوقتي اليومين دول للاسف كل الناس بتتكلم في الكورونا وكل الناس بتفتي في الكورونا، وزي ما انتم شايفين كده الدكتور من ساعه ما دخل كليه الطب لحد ما مش بيتخرج لحد ما بيموت بيفضل يذاكر ويدرس، وفي الاخر يجي المريض قاري معلومة على جروب أنا شمعة وعندي دمعة بيناقشك فين في العلاج، أخد ده ولا ما أخدش، وده كتير وده قليل. طبعا لازم نرجع لأهل الذكر. يبقى احنا هنتكلم عن الفاكسين. طب الفاكسين انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اطعم الكرة الأرضية أجينست مين؟ أجينست الكورونا. كويس قوي، اطعم الكرة الأرضية أجينست الكورونا. هطعم الكرة الأرضية أجينست الكورونا. طيب ايه الهدف؟ الهدف ان انا اعمل what's called immunological passport، والكلام ده مهم جدا، لان انت هتيجي في وقت من الاوقات يقول لك والله مثلا انا عايز اسافر اوروبا، اوروبا لا والله ده منعين السفر الا اذا كان معك شهاده بالتطعيم، او ان انت تروح تعمل المسحه قبليها ب 48 ساعه، فممكن هتلاقي نفسك فرصد بالقوه ان انت تروح تعمل التطعيم وتبقى مجبر عشان تقدر تسافر او تمارس حياتك. اذا لابد ان احنا هنا هنقف مع بعض وقفة ونشوف ما هو الهدف من التطعيم. الهدف من التطعيم هو إنقاص العدوى في المجتمع إلى أن يتم نشأ نوع من المناعة اللي احنا بنسميها الهيرد إميونيتي عشان الدنيا تمشي كويس، فبدل ما الإنسان المصاب يعد 2 والاثنين يعدوا 4 والأربعة يعدوا 8، لأ لو احنا خدنا شويه اميونيتي يبقى واحد هيعد 2، وبدل ما الاثنين يعدوا 4 بقى واحد منهم يعد 2 والاثنين التانيين بقوا متطعمين، وبالتالي يبقى الهيرد اميونيتي هتبقى ديفلوبد والدنيا هتبقى ماشيه كويس. طيب يبقى احنا بنقول لو ما فيش عندنا المناعه بتاعه القطيع اللي هي هتتم بالعدوى او هتتم بالتطعيم، هيبقى في عندي ايه؟ الواحد يعد 2 اهو، المصاب ابو اخضر ده هيعد 2، وكل واحد من الاثنين اللي اتعادوا دول هيعدي كمان 2. كويس قوي،
وفي واحد مش هيتعدي ده اللي هو ايه ان انفكتد بس ستيل سسبتبل، وبالتالي احنا بنقول ار 0 بتساوي 2، يعني كل واحد مصاب عنده كورونا هيقدر يعدي 2 من اللي هم ممكن يتعدوا. كويس، لكن لو خدنا التطعيم بالفاكسين اللي انا اعتبره اللون البنفسجي ده اللي هو الفاكسينيتد ده بقى بروتكتد، فاللي عنده الكورونا او الكوفيد هيجي يعدي بدل ما يعدي 2 هيعدي واحد سسبتبل اللي هو ده، ويجي يعدي الثاني يلاقيه ايه يلاقيه متطعم. كويس قوي، فبدل ما كان هو بيعد 2 بقى يعدي 1، وبالتالي بدل ما كان كل واحد بيعد 2 بقى كل واحد اللي هو اتعدى بقى يعدي 1 بس، والتاني بقى فيه عنده ايه فاكسينيشن فمش هيعرف يعديه، وبالتالي حتى لو كان indirectly protected يعني susceptible لكن عشان اللي جنبه متطعم وده كان متطعم وبالتالي يبقى هو تم حمايته بصورة غير مباشرة. كويس قوي، إذن الهدف من الفاكسين هو الحصول على أكبر قدر من البشر يتمتعوا بمناعة عالية اللي بيها لو كانوا معرضين لشخص مصاب لا تتم عدواهم بصورة سريعة وتقليدية. طيب الفاكسين ده بيشتغل إزاي؟ الفاكسين بيشتغل بصورة سهلة جدا يا جماعة، أنا بقول بجيب الفيروس وباخد حتة منه، والحتة دي لازم تكون أنتيجينيك، وبحقنها في الجسم. الجسم لما بيشوفها بيتعرف عليها عن طريق الميجور هيستو كومبتيبيليتي انتيجين والتي لينفوسايت، التي لينفوسايت بتطلع قصادها حاجه اسمها انتي بوديز عن طريق البلازما سيل، ومن التي لينفوسايت بيطلع حاجه اسمها ميموري سيل بتقدر تتعرف على هذا الفيروس لو دخل تاني، وبالتالي بقيت انت ايه اميون لان في انتي بوديز اتكونت اجينست. كويس قوي، يبقى اذا الهيرد اميونيتي هي بتساعدني في ايه؟ بتساعدني في ان العيان ده لو كان مش واخد الفاكسين العيان هيصيب اللي حواليه لو كانوا مش فاكسينيتد. طب ولو كانوا فاكسينيتد يبقى هيجي يعدي مش هيعدي الكم الكبير، يبقى one person is infected the disease spread very fast، صح كده؟ طب لو كان هو infected بس اللي بالازرق دول كلهم فاكسينيتد يبقى هو مش هيقدر يعديهم بهذه السرعة الرهيبة، امال هيحصل ايه؟ هيحصل هيعدي 2 أو 3 والباقي هيبقوا ايه فاكسينيتد. يبقى then the disease cannot spread very far so the whole community stay safe، ودي بنسميها ايه herd immunity. والherd immunity دي جات عن طريق العدوى ولا عن طريق الفاكسين؟ لا دي جات عن طريق الفاكسين، يبقى الفاكسين ده حلو صح. لكن نبتدي بقى الكلام اللي هو يساوي فلوس. انا عشان اقول ان الفاكسين بتاعي حلو لابد لو سمحت ان الفاكسين يكون عنده كلينيكال سيفتي اند افيكاسي، وكلمه سيفتي وافيكاسي مفيش حد في الدنيا يقدر يقول بعد 8 شهور من ظهور المرض انا اخترعت فاكسين وبقى سيف وافيكتيف. اشمعنى؟ لان زي ما حضراتكم شايفين كده الكلاسيك فاكسينز ماشي بتحتاج من 18 ل 30 شهر اسمها بري كلينيكال ستيج، وفيز 1 اسمها ايه محتاجة فولنتيرز بخلال 2.5 سنين، وفيس 2 محتاجة مئات الفولنتيرز في خلال برضو 2.5 سنين، 32 شهر، وفيس 3 محتاجة آلاف الفولنتيرز في خلال برضو 2.5 سنين، 30 شهر، والأبروفل والمانيفاكشر فاكسينيشن بيحتاج حوالي 2 سنين. يعني لو قلنا 2 هنا و2 هنا 4 و2 هنا 6 و2 هنا 8 و2 هنا يبقى 10، يعني عشان تقول أنا عندي فاكسين سيف اند افكتيف لازم يكون مر عليك ما يقارب حوالي 8 أو 10 سنين. تقول لي طب ده كده احنا يعني هنفضل العالم متكتف 8 أو 10 سنين؟ قال لك لا، في الكوفيد 19 الدنيا هتختلف شويه. ليه بقى؟ هناخد حاجه اسمها emergency use، ده هنحصل عليه من مين؟ من ال FDA اللي هي بتاعت امريكا، منظمه الصحه والدواء الامريكيه. بيقول ايه بقى؟ بيقول ان احنا دلوقتي في زمن بانديميك، يبقى ما ينفعش ان انت تمشي على مهلك بهذه الصورة. البري كلينيكال ستيج هتبقى زيرو، هنبتدي على طول بفيز 1، وخدوا بالكم فيز 1 معناها عشرات المرضى هنجرب عليهم هم والاصحاء، وفيز 2 يعني مئات المرضى هم والاصحاء، فيز 3 يعني الاف المرضى هم والاصحاء، مش الاف المرضى، الاف الناس اللي هي هيجي لها المرض والناس اللي هي هتاخد البلاسيبو. يعني كل دول فيز 1 و2 و3 هيبقى فيهم منهم ناس هتاخد التطعيم والنص الثاني ياخد البلاسيبو، ونشوف الريسبونس بتاعهم قد ايه. في فيز 1 عشرات، فيز 2 مئات، فيز 3 الاف. طيب
بدأ يختزل بقى، قال لك فيز 1 أنا مش هديها غير 6 شهور بس، من هنا كان 30 شهر. فيز 2 هتاخد 6 شهور بس، من هنا كان 32 شهر. فيز 3 خلاص اللي أنا هبتدي فيه على آلاف المتطوعين، واحد منهم هياخد البلاسيبو والواحد الثاني هياخد الفاكسين، ده مش هياخد وقت خالص. يبقى أنا بتكلم على إيه؟ 6 و6 12، وعشان أدي أبروفل هاخد حوالي 6 شهور، يبقى أنا مينيمم المفروض بتكلم عن سنة ونص. يبقى اللي بيتكلموا دلوقتي على سيفتي وإفكاسي إلى حد ما متسرعين، حتى لو كانوا عايزين يحصلوا على what is called emergency use. كويس. يبقى احنا اللي بيعنينا والكلام ده 2020 هو يا جماعة كلام جديد، يعني بيقول السيفتي بتاع الفاكسين هيتم أول حاجة اختبارها في الفيران والأرانب. حلو، هنجيب حتة من الفيروس ونحقنها في الفار أو الأرنب. لو الفار والأرنب ده ما ورانيش أي أعراض للمرض بعد ما خد هذا التطعيم، يبقى التست ده حلو وابتدي جرب في البني أدمين ويبتدي العدد يزيد تدريجيا. لو اتفقنا ان هي سمول جروب اللي هي قلنا عليها بالعشرات، يعني من 10% دي اسمها فيز 1 ودي بتاخد 6 شهور، وفيز 2 لو الدنيا مشت كويس هنزود العدد اللي هي تبقى من 100 ل 1000، ولو الامور مشت كويس هنكبر الجروب يبقى من 1000 الى 100000، وبنجرب في كل الاعمار الادلت والتشيلدرن والالدرلي. يبقى انا دلوقتي عرفت حضرتك ان انا في عندي 3 مراحل للسراير التجارب الكلينيكية أو السريرية، فيز 1 وفيز 2 وفيز 3، وبقسم الناس دول اللي هياخدوا التطعيم لقسمين، قسم هياخد تطعيم وقسم هياخد بلاسيبو، يعني ما يشبه التطعيم وليس تطعيم. حلو، ونشوف الأعراض اللي هتظهر على ده وهتظهر على ده، وهنشوف إيه نقاط الضعف والقوة مع بعض. تمام. طيب عشان نتكلم بقى، هو أنا عشان أطعم بني آدم وأخلي عنده مناعة ويتعرف على هذا الفيروس، المفروض الطرق التقليدية كانت حاجات كتير، منها أن أنت تجيب الفاكسين وتضعفه، ليف أتنويتد فاكسين، يعني تخليه يعيش في بيئة مش كويسة، تمرره على درجة حرارة وحشة، تحقنه في حيوان من حيوان لحيوان وبعد كده تاخده البني آدم، أو يبقى هيت كيلد، يعني هول إن أكتيفيتد، كأنك خدت الفاكسين تاخد الأنتيجين بس تاخده وهو ميت، يا إما سبليت إن أكتيفيتد، يا إما تدخل الفيروس عن طريق فيرال فيكتورز، وده الكلام الجديد اللي احنا هنتكلم عليه، يا اما عن طريق ريكومبيننت باكتيريال فيكتورز، يا اما فيروس لايك بارتيكل، يا اما دي ان اي او ار ان اي، وده كلام جديد برضو اللي هو الماسنجر ار ان اي، يا اما سينثيتك بيبتايد، يا اما ريكومبيننت ساب يونت. كل ده الهدف منه ان انت تدي السبايك بروتين بتاع الكورونا، الجسم يشوفها يقول لها انت بتاعه الكورونا، تقول له اه، يقول لها طب لو سمحتي انا هكون قصادك اجسام مضاده عن طريق ان انا هناديلك التي لينفوسايت تتعرف عليكي وتطلع اجسام مضاده وتعمل لي ميموري سيل عشان لو دخلت تاني اقضي عليكي في الحال. حلو جدا. دول كانوا بياخدوا بالسنين زي ما اتفقنا عشان نعترف بيهم. بدا في عندي نوع تاني جديد يقدر يقول لي احنا هنختزل المسافه عشان الامرجنسي يوز اللي اتفقنا عليه. How RNA vaccine would work؟ تقول لي الله، هو الفاكسين RNA ولا DNA؟ قال لك كل الفاكسينات اللي فاتت كانت DNA، ده بقى هيبقى جديد من نوعه RNA. طب ليه سميته RNA؟ قال لك لأن أنا باخد الحمض النووي بتاع الفيروس واخد جزء منه وخلي الماسنجر RNA يروح يخش للخلية بتاعت البني آدم اللي هو هيتطعم، فيبتدي يتعرف على هذا الـ RNA. يبقى أنا بقول دلوقتي باخد جزء من الفيروس اللي هو فيه الجينيتك كود اللي هي بتمثل الايه السبايك بروتين، هاخدها هنا هو واعمل منها الماسنجر RNA واروح حقنها عضد في الدلتويد او الجلوتيال ريجن. حلو، اول ما الفاكسين ده يخش او الماسنجر RNA ده يخش هيروح للخلية على مستوى السيتوبلازم، يبقى الماسنجر RNA بيتكاثر على مستوى السيتوبلازم بتاع اي خليه للكائن الحي، يكون مين؟ يكون انتي بودز. الانتي بودز دي تكونجيوجيت السبايك بروتين فتمنع العدوى ويعمل ميموري سيل فيخلي الخليه او الفيروس ده لو دخل تاني الجسم يتعرف عليه ويكون قصاده بلايين الانتي بودز، وبالتالي ما يقدرش يعمل المرض زي ما كان بيعمله بالصوره الاولانيه اللي ما تعرض لهاش خالص. ده كده طريقه. الطريقة اللي فاتت دي يا جماعة دي فايزر بايونتك وموديرنا،
الاثنين دول اعتمدوا على ان هم يستخدموا واتس كولد ار ان اي الرسول، ماسنجر ار ان اي، يحمل الصفات الوراثيه للسبايك بروتين، يروح للخليه يقول لها لو سمحتي انا جزء من الفيروس، تقول له اهلا وسهلا دب انا هعمل لك تي لينفوسايت، تي لينفوسايت تروح مطلعه بلازما سيل، بلازما سيل تصنع انتي بادز وتعمل ميموري سيل عشان تبقى جاهزه ليتر اون لو دخل تقضي عليه في الحال. حلو قوي. لحد اما جه مين بقى برضو الكلام ده لسه ستيل اون جوين، ظهرت لنا كمان مين الفاكسين اللي هو بتاع استرازينيكا والفاكسين بتاع سبوينتك اللي هو الروسي. بيقولوا ايه دول بقى؟ بيقولوا احنا هندخل السبايك بروتين بس هيبقى في صوره دي ان اي وليس ار ان اي، والتكاثر مش هيبقى على مستوى السيتوبلازم، ده هيبقى على مستوى النيوكليوس، وده عن طريق ان هم هيجيبوا الشمبانزي ادينو فيروس. الشمبانزي دي سلاله مش معروف ان هي عملت امراض خالص للبني ادمين، وهياخدوا الادينو فيروس بتاعها ويدخلوا فيه الايه السبايك بروتين خلاص، ويبقى ده فايرال فيكتور، هياخده ويروح مدخله للخليه وفي الخليه هيتكاثر بس مش على مستوى مين السيتوبلازم، على مستوى النيوكليوس، ويروح انت ينتج لك مين؟ ينتج لك الكورونا فيروس بصوره مضاعفه، الجسم يشوفها يكون قصادها الانتي بادز وعن طريق التي لينفوسايت ويعمل الميموري سيل. يبقى اذا الشمبانزي اهو جبت الماتيريال بتاعه الكوفيد وغيرت الحته ديت عشان تبقى دي ان ايه، يخش الخليه ينفكت يقعد هنا في السيتوبلازم وبعدين يبقى ترانسلوكيتد تو ذا نيوكليوس. ده مين؟ ده الفاكسين بتاع أستر. حلو. وفي النيوكليوس يروح ليها يقول لها انا عايز من الدي ان اي تعملي لي ار ان اي، والار ان اي يطلع بره في السيتوبلازم عن طريق الرايبوزومز يصنع ايه؟ يصنع ار ان اي اللي هو الكومبوننت بتاعه الفيروس اللي هي بتاعه السبايك بروتين، ويطلع بره يعمل لك الايمونولوجيك ريسبونس. تقول لي امال البايونتك بتاع فايزر والموديرنا دول بيشتغلوا ايه؟ دول بيشتغلوا عن طريق الرايبوزومال الماسنجر ار ان اي، الماسنجر ار ان اي يخش ملوش علاقه خالص بالنيوكليوس، يشتغل على مستوى السيتوبلازم الون، ياخد الحته ديت على طول يعمل لك مالتيبليكيشن للسبايك بروتين ويعمل لك عن طريقه الايمونوجينيك ريسبونس. ايه كده بقى كلام جميل وهايل. طيب الاسترازينيكا اوكسفورد فاكسين ده بقى، ده دي ان اي فيروس، تقول لي اه بس الثاني كان ار ان اي، صح ار ان اي ماسنجر صح. ده بيقول لك ايه؟ بيتاخد على جرعتين، الجرعه الاولى والجرعه الثانيه بعد 28 يوم، وقسموا العيانين نص او قسموا الناس نص يبقى فولنتير ياخد بلاسيبو والنص الثاني فولنتير ياخد التطعيم. لما عملوا الكلام دوت وجدوا ان الحمايه اللي تمت كانت بنسبه 62%. في اليونايتد كينجدوم خدوا 3000 عيان، 3000 متطوع، نصهم ادوله البلاسيبو والنص الثاني بدل ما يدوله الدوس كامله ادوله نصها، وقال لك ده تم بطريق الخطا. وبعد 28 يوم خدوا الجرعه كامله ووجدوا ان الحمايه اللي تمت بمقدار 90%. طبعا ده في علم الفاكسينز او في علم التطعيمات فوق 60% دي حاجه كويسه، فكون ان ده طالع 90% دي حاجه هايله. بس هنا في تعتيم، هقول لك ليه بقى؟ لان دي مش حمايه، دي مش افكتيفنس، دي حاجه اسمها ار ار ار. يعني ايه ار ار ار؟ يعني ريلاتيف ريسك ريدكشن. يعني ايه ريلاتيف ريسك ريدكشن؟ يعني معدل عدم وجود عدوى حوالين ناس عندهم مشاكل هتبقى مقدارها قد ايه؟ من كل 176 انسان بحمي انسان واحد انه ما يجيلوش الكورونا. ده طبعا يعني رقم يعتبر مش وحش، وفي نفس الوقت ما ينفعش اقول عليه 90% لان دي اسمها effectiveness وليس اسمها relative risk reduction وليس effectiveness. دلوقتي لسه في ongoing trials في امريكا في اليو اس اي ان هم يدوا نص التطعيم للبلاسيبو والنص للايه للناس اللي هتاخد الفاكسين. يعني ياخدوا التطعيم دوت ويدوه للنص وياخدوا بلاسيبو ويدوا له النص الثاني، وبعد 28 يوم يدوا الايه الجرعه كامله، لسه النتيجه بتاعتها ما ظهرتش. طيب الاسترازينيكا كده يبقى التطعيم بتاعها حلو ولا وحش؟ يعتبر حلو. ليه حلو؟ قال لك لانه بيحتاج حفظ من 2 ل 8 درجات مئويه، يبقى ده كده يقدر يخش البلاد الناميه. لكن الموديرنا كان بيحتاج درجه تبريد
مقدارها 20 تحت الصفر، وبتاع البايونتك فايزر ده محتاج ماينس 70 تحت الصفر، ده محتاج سيستم كامل. لكن بيقول لك الثمن بتاع الاسترازينيكا فاكسين اوكسفورد ده من 3 ل 5 دولار، ده رخيص جدا. الثاني بيعمله في حدود من 20 ل 30 دولار، غالي جدا. وده الهدف بتاعه يطعم لي حوالي 3 بليون دوز، يعني حوالي 1.5 بليون شخص، لانه بيتقسم مرتين على جرعتين. ما كانش فيه سيريس سايد افكتس ولا سيفير كوفيد 19 ان فاكسينيتد جروب، يعني ما حدش تعب قوي منهم. كويس قوي. يبقى ده عيب مين؟ عيب فايزر، ان هو بيحتاج سيستم معين للتبريد، انفراستراكشر معينه، وطبعا انت بتديه على جرعتين فلازم يتحفظ في اماكن معينه وبطريقه معينه عشان يستيل فاليد لمده 6 شهور. يبقى لو سمحت بقى، الموديرنا والفايزر فاكسين الاثنين شبه بعض. ليه؟ لانه الاثنين بيشتغلوا عن طريق الماسنجر ار ان اي، اللي هو انا لما بحقنه في انسان بيروح يصنع السبايك بروتين بتاع الكورونا، وبالتالي الجسم يكون قصاده انتي بادز، بس ده على مستوى السيتوبلازم زي ما حضراتكم شايفين بهذه الصوره. كويس قوي. يبقى لو جينا بقى نقول انت في عندك كام فاكسين حتى الان اون جوينج ولسه ما يعني ما خدوش فاليديشن، تقول لي والله في اتنين شبه بعض، اللي هم مين؟ فايزر بايونتك والموديرنا. شبه بعض في ايه؟ في ان الاثنين بيشتغلوا عن طريق الماسنجر ار ان ايه. يعني ايه؟ يعني انا بحقن الار ان الرسول اللي بيروح للخليه ويتكاثر على مستوى السيتوبلازم، فيروح خلق لي مين؟ انتي بادز انتيجين، ويتكون قصاده انتي بادز عن طريق الليمفوسايتس وتديك انت المناعه. بس للاسف واحد بيتحفظ في ماينس 20 الموديرنا، والتاني بيتحفظ في ماينس 70 اللي هو فايزر بايونتك، وبالتالي يبقى دول مش هينفع يستخدموا عندي، والسعر بتاعهم من حوالي 20 ل 30 دولار، ودوت بيتاخد على جرعتين، الجرعة الأولى في أول يوم والجرعة الثانية بعد 22 يوم، وده بيتاخد في جرعتين، الجرعة الأولى أول يوم والجرعة الثانية بعد 28 يوم. الاثنين التانيين دول بقى اللي هو الأوكسفورد أسترازينيكا اللي احنا اتفقنا عليه، ان انت بتحقن ايه؟ شمبانزي أدينو فيروس انفكتد وموديفايد بالكوفيد 19 دي ان ايه، ويبقى ترانسلوكيتد للنيوكليوس، ومن النيوكلياس يروح عامل لك الماسنجر ار ان ايه اللي هو يبتدي يصنع ويكمل زي مين؟ زي فايزر وزي موديرنا. يبقى الاوكسفورد استرازينيكا والسبونتك في الاثنين دول بيشتغلوا بفيكتور، لكن الفيكتور هنا كان شمبانزي ادينو فيروس، والفيكتور هنا كان جينيتيكالي موديفايد فيروس. كلهم بيتاخدوا في جرعتين ما بين الاثنين 4 اسابيع 28 يوم، وهنا ده في ميزه ان هو بيتحفظ في درجه الحراره عاديه فيقدر يجي لنا وسعره رخيص فيقدر يجي لنا، وده بيتحفظ في درجه حراره عاديه وسعره رخيص يقدر يجي لنا. لسه النهارده يقول لك ايه؟ بس خد بالك احنا عشان الريلاتيف ريسك ريدكشن اللي انت بتقول عليه ده 90%، وده بيقول انا 92%، وده بيقول انا 95%. يقول لك هم لما حقنوا الفولنتيرز بالبلاسيبو وحقنوا الفولنتيرز بالفاكسين، ما عملوا لهمش فولو اب ولا عرفوا البيفير بتاعهم هيبقى ازاي، ولا هيقعدوا في البيت ولا يروحوا الشغل، ولو قعدوا في الشغل هيقعدوا بكمامه ولا من غير. فالفولو اب فيه حتى الان بايس، وان انا اطلع بدوكيومنت بعد 8 شهور او 10 شهور واقول دي الفاكسينز ودي افكتيف وانا عايز اخد اف دي ابروفال، حتى الان هذا الكلام لسه في ديبيت. فلو سمحتوا الصبر الصبر يا اهل الصبر. دي اول شق من المحاضرة. تاني شق هنتكلم فيه، هل في عندي what's called reactivation او reinfection بعد مرور 10 شهور؟ حتى الان يا جماعة بنقول لا. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجة اسمها انا كنت بوزيتيف وقلبت نيجاتيف وعدت التحليل تاني طلع بوزيتيف. اشمعنى؟ تقول لي والله لان انت ممكن تعيد التحليل تاني فاللي انت تشوفه يكون فيروس فراجمنتس فيديك واتس كولد فولس بوزيتيف، خصوصا لو عرفت ان الفيروس ده بيصيب الريسبيراتوري ابيثيليال سيلز اللي هي ليها كونتينوس شيدنج اب تو 3 مانثس، فممكن تلاقي الار ان اي ماتيريال لكن ستيل العيان ما عندوش الانفكشن. تاني حاجه ان انت تاخد التكنيك في التست، ان انت تاخده مره ان اكوريت فيطلع نيجاتيف، والمره الثانيه تاخده اكوريت فيطلع بوزيتيف فيتهيألك ان هو كان نيجاتيف وقلب بوزيتيف، وبالتالي يبقى احنا بنقول هؤلاء المرضى ما فيش فيهم ري اكتيفيشن وكمان اكستريملي لو ريسك ان هم يقعدوا حد تاني.
وبنقول معلومه مهمه سريعا وبنعيدها، ان يا جماعه ان الكورونا مش زي الاتش اي في ولا الهباتيتس بي فيروس، معلومه بملايين الجنيهات. الكورونا از اكيوت ديزيز، لكن الاتش اي في والهباتيتس بي كرونيك وان. اشمعنى؟ تقول لنا ان الكورونا السايت بتاع المالتيبليكيشن بتاع السيتوبلازم، لكن الاتش اي في السايت بتاع المالتيبليكيشن بتاعه على مستوى النيوكلاس، والهباتيتس بي فيروس السايت اوف مالتيبليكيشن بتاعه على مستوى النيوكلاس. وبالتالي الكورونا از ان اكيوت ديزيز، يبقى ما فيش عندي ري انفكشن كويس، وكمان ما عنديش رياكتيفيشن. ليه؟ لان انت قلت لي لما الفيروس دخل السيلز بقت انفكتد، البي لينفوسايت ستيمولييتد، طلعت السيتوكاين، عملت اكتيفيشن للبي لينفوسايت، البي لينفوسايت طلعت لي الميموري سيل، والميموري سيل بتنتج الانتي بوديز هي والبي سيل والبلازما سيل، والبلازما سيل بعد كده الانتي بوديز بتبقى جاهزه لو دخل الفيروس تاني تاكله وما تديلكش صوره جديده للمرض، يبقى ما فيش رياكتيفيشن. من حوالي شهرين قلنا مفيش موجة تانية حتى الآن، دلوقتي الموجة التانية ظهرت، يبقى السكند ويف ظهرت، لأن احنا مشينا استيشنري فترة عدد الحالات والإصابات اللي هي ريكوردد بير داي، وبدأت الدنيا تفتح مننا تاني مع دخلة الشتاء. يبقى بنقول ان انت كان في عندك دي الفيرست ويف، وخدنا حتة هنا كده رعقنا فيها، وبديت السكند ويف زي الاسبانيش انفلونزا كده ما حصل في 1918 بهذه الصورة. والفترة اللي فاتت اللي كنا متذبذبين فيها ده كان اسمه سكند بيك وذين ذا فيرست ويف. خلصنا الاثنين دول اللي هم الحته ديت، وداخلين في الحته الثانيه ان شاء الله ما تاخدش واخده الكيرف المرتفع بهذه الكيفيه. يبقى بنقول ان هزم الفوج الاول يا مولاي، الكورونا بيكلموا بعضهم يعني، مش احنا الحمد لله، احنا الحمد لله انتصرنا في المعركه الاولى، وان شاء الله ربنا يكرمنا وننتصر في المعركه الثانيه. فريتشارد بيقول له ارسلوا الفوج الثاني والثالث بالراحه وعلى مهلك يا حبيبي. طيب هل حصل تغير في مستوى الحالات؟ قال لك والله الفيريولنس بتاع الاورجانيزم قل، لكن الديجري اوف انفكتيفيتي زادت. يعني ايه؟ الميوتيشنز اللي حصلت على مستوى السبايك بروتين خلته مور انفكشس، مور كونتيجيوس، يعني بقى يعدي ناس كتير، لكن الباثوجينيستي بتاعته اقل. يعني ايه؟ يعني هو بيعمل 40% حالات مايلد و40% حالات مودريت و15% حالات سيفير و5% حالات كريتيكال. لا، الخمسه دول ممكن يكونوا قلوا دلوقتي بقوا 4 او 3، وال15 دول ممكن يكونوا قلوا دلوقتي بقوا 12 او 10، لكن ستيل العدد زياده. ليه؟ لان في ميوتيشن حصل على مستوى السبايك بروتين خلى الفيروس مور ترانسميسبل، بيتنقل بسهوله اكتر. حلو قوي. لكن لا يزال الريسك فاكتورز والإمباكت أوف إيج سيفيريتي هي اللي مسؤولة عن الفيتال كيسز، بالذات مع الأدفانسد إيج والأندرلاين ميديكال كوموربيديتيز زي الكارديو فاسكولار والديابيتس والكرونيك ريسبيراتوري ديزيز والهايبرتنشن والكانسر والبريجنانسي. نوت أ هاي ريسك فاكتور فور سيفير ديزيز. المنظر زي ما هو لسه ما اختلفش. نيجي بقى للشق بتاع العلاج، والعلاج فيه بعض التغييرات البسيطة هناخدها، بس قبل ما ابتدي على العلاج لازم ابقى عارف الماستر سلايد بتاعي، ان انا عندي رقم مهم جدا اسمه 12 يوم. قبل ال 12 يوم الفيرال ريسبونس الانتي فايروس ليها ريسبونس عالي، وبعد ال 12 يوم الانتي انفلاماتوري ليها ريسبونس عالي، لان في المرحله ديت الفيروس عمال يتكاثر قبل 12 يوم، وفي المرحله ديت الفيروس بطل يتكاثر والجسم هو اللي بيرد بصوره من الزيادة والعنف والقهر، فيبتدي يطلع انفلاماتوري سايتوكاينز فيدخلك في الهايبر انفلاميشن فيز. يبقى لو انا اتكلمت بقول المرحلة دي الانتي فايرال ليها قيمة والمرحلة دي الانتي انفلاماتوري ليها قيمة، ومش هنخش في هذه التفاصيل، الكلام ده احنا قايلينه بالتفصيل في المحاضرة اللي على اليوتيوب اللي هي فيها الفور انتي. طيب ايه اللي اتغير في خلال 3 4 ايام فاتوا وفوجئنا بيه؟ ان منظمة الصحة العالمية فاجئتنا كلنا بعد ما اتكلمنا على الريمدي سيفير ان هو دواء حلو وهايل وجايب نتائج كويسه ولا يزال، فاجئتنا قالت ان هو واخد ايه؟ ويك ريكومنديشن اجينست في العينين السيفير. لكن خلينا نقول ان احنا كبروتوكول مصري عندنا الهيدروكسيكلوروكوين والايفرميكتين، يا ده يا ده يا الفافيبيرافير في الحالات المايل، وبنكومباين الهيدروكسيكلوروكوين او الايفرميكتين في الحالات المودريت، والريمدي سيفير واللوبينافير بيتاخدوا في الحالات السيفير. طيب معلومه جديده عايز حضرتك تبقى عارفها، ان لو اديت الهيدروكسيكلوروكوين مع الريمديسيفير هنقول الهيدروكسيكلوروكوين بينقص الايفكت اوف ريمديسيفير،
by unspecified interaction mechanism. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الريمديسيفير not the first drug of choice لو كنت جربت مع العيان هيدروكسيكلوروكوين. avoid or use alternative drug. co-administration not recommended owing to antagonistic effect of remdesivir. intracellular metabolic activation and antiviral activity. مش كويسين. ولا يحبذ استخدامه مع بعض. ولو اديت الهيدروكسيكلوروكوين وفشل لو سمحت ما تروحش للريمديسيفير وروح لحاجه تانية غيره. دي معلومه مهمه وجديده وبتوع كلينيكال فارماسي هم اللي عرفوها. طيب الدبليو اتش او بقى فاجئتنا بالمعلومه ديت. قالت لك ايه؟ قالت لك الكورتيكوستيرويد حلوه وعلى عيني وعلى راسي من ايام الدكساميثازون. حلو. وفي السيفير والكريتيكال اتكلموا على مين؟ على الكورتيكوستيرويد انها حلو جميل، لكن الريمديسيفير فقط قيمته ريكومنديشن اجينست في مين؟ في السيفير وفي الكريتيكال وفي النون سيفير. يعني قال لك ده الدواء ده ما وفرقش في الاوت كام وما فرقش في المورتاليتي وما فرقش في الهوسبيتال ستاي، ولو ان احنا من خلال شغلنا وجدنا ان هو فرق، فهل هو هياخد نفس الفكره بتاعت الهيدروكسيكلوروكوين من الهجوم والطعن، ولا الدنيا مسيسه ولا غير مسيسه؟ يعني الى ان ياذن الله هو موجود معانا في البروتوكول المصري، وهنقول مكانه دلوقتي يتحط فين؟ في السيفير وفي الكريتيكال. حلو. يبقى احنا هنا بنقول لو بتعالج عيان عنده الريسبيراتوريت زايد والساتوريشن واقع والبي او تو على الاف اي تو اقل من 300 والاكس راي في اكستنسيف شادوينج او السي تي في اكستنسيف شادوينج، يبقى العيان دوت مش كويس، يبقى لازم تخش بالانتي فايرال ولازم تخش بالاستيرويدز والانتي كواجلانتس باثيرابيوتيك وتنعمل عنه على بطنه وتكونسيدر الهاي فلونيزال كانيولا او الهاي في ان اي وتحط معاك الاي الاكتمرا او التوسيليزيوماب، والكلام ده قتلناه بحثا مش هنعيده هنا. هنا بقى الممثل المحترم بيقول لأننا كممثلين نعمل بلا كمامات، يحصل كل يوم عمل تهديد بالعدوى، فتعود لبيتك مهدد وتستيقظ اليوم التالي معافى ولكن مهدد، وهكذا لعشرة أيام على الأقل، فتفرض على نفسك عزلا جزئيا في منزلك، وقبل انقضائها تنزل الأوردر التالي، تنزل الأوردر التالي، فيتجدد التهديد وتتجدد الأيام وهكذا، ولله الأمر من قبله ومن بعد. فعلا هو لله الأمر من قبله ومن بعد، بس احنا اللي المفروض نقول هذا الكلام وليس الممثلين. اشمعنى وليس الممثلون؟ يبقى اسم ليس مرفوع بالواو. اشمعنى؟ لان احنا بننزل بنشتغل شغل فرض عين، لكن هو بيشتغل شغل، ولا قادر اقول فرض عين ولا قادر اقول فرض كفاية في الحي. فلنا الله ولله الامر من قبل ومن بعد. طيب الانتي كواجلانت في الحقيقة في سلايد كده أنا لقيته كويس هحطه وعايز حضرتك تركز فيه، لأن كلنا بنعتمد على الدي دايمر. الدي دايمر لو عالي بنبتدي كلنا العلاج، وبنقول إن البلازمين مسؤول عن إن الفايبرين يتحول ويدي الفايبرينوجين ديجراديشن برودكت اللي هي من ضمنها الدي دايمر. عايز أوصل لحضرتك معلومة إنه مش بيزيد بس في الفينس ثرومبوإمبوليزم، لا ده بيزيد بعد الجراحة، بيزيد بعد التروما، بيزيد في عيانين الكانسر، بيزيد في أي إنفكشن، بيزيد في إنفلاماتوري ديزيز، بيزيد في الهيلسي إلدرلي، بيزيد في الانكمبليكيتد بريجننسي، بيزيد في الليفر ديزيز. يبقى لو سمحت دي دايمر لا يعتمد عليه لوحده، دي دايمر لازم يكون معاه تكبنه، ولازم يكون معاه دي ساتوريشن، ولازم يكون في معاه اكستنسيف شادوينج في الراديولوجي، ولازم يكون في معاه ريفراكتور هايبوكسيميا، ولازم يكون في معاه دي ساتوريشن مع الموفمنت. يبقى نيفر دان ان بيشنت وذ هاي ريسك، اللي هم دول هيطلع كده كده بوزيتيف، وبالتالي لو سمحت خد بالك لو لقيته عالي او لو لقيته واطي مش هو ده اللي هيقول لك ادي او ما تديش وبس، لا لازم يكون الكلينيكال معاك، لكن لو لقيته عالي قوي ده هيخلينا نشك وندي. وهنا احنا نبقى عاملين بالظبط زي اللي هو كاتب على المدرسه، من طلب العلا سهر الليالي، يبقى هنسهر وهنبقى تمام، وبعد كده يقول لك نام مبكرا واستيقظ مبكرا، ادي ولا ما اديش، انام ولا اصحى، اذاكر ولا ما اذاكرش. يبقى هنا دي اسمها ايه؟ الاختلاف في القضيه لا يفسد للحب ود، والكلام اللي انتوا عارفينه. لو هتدي تاخد بالك ان احنا في عندنا كونتر انديكيشن ان احنا نكتفي بالانتي بليتلت، هنعتمد على مين؟ على الانتي كواجلانت، وعشان كده بنقول ان احنا في عندنا البلاد سينر يا سمول يا ميديوم سايز يا لارج. الميديوم سايز هم اللي احنا هنعتمد عليهم اللي هم الانتي كواجلانت، الانتي بليتلت غير كافيه، والثرومبوليتيك لا تؤخذ الا اذا كان في بالمونري امبولايزيشن. ولما تيجي تدي الانتيكواجلانت الهدف بتاعك مش ان انت تدوب الثرومبس، لا، البريفنشن اوف ا نيو ثرومبس والبريفنشن اوف بروباجيشن اوف ذا اوريدي فورمد وان. بس
اخر حاجه بقى هنختم بيها هو البروتوكول وتحديثه في المايلد والمودريت والسيفير والكريتيكال. الهوم ايزوليشن مطلوب كويس قوي. المايلد كيس اللي معاه ليمفوبينيا او ليوكوبينيا ومفيش عندي راديولوجيك ساينز اوف نيمونيا، هندي الهيدروكسيكلوريكوين او ايفرميكتين او فافيبيرافير، يبقى هختار واحد من الثلاثه دول، ومعايا الزنك ومعايا الاستايل سيستين ومعايا اللاكتوفيرين ومعايا فيتامين سي 1 جرام ديلي. يبقى انا ناخد بالنا بس عشان دولكس لاب معانا النهارده، يبقى اللاكتوفيرين محطوط في البروتوكول ان مايلد كيسز، وبالتالي بنقول ده لايبوزوما اللاكتوفيرين اللي هو اسمه دوليفير، ده بوتنشال بريفنشن اند كيور فور كوفيد 19، والحمد لله محطوط وليه اساس علمي عن طريق ان هو بيعمل كونجيوجيشن للاس 2 ريسبتور، وبالتالي اللاكتوفيرين بيبريفنت الفيروس اتاتشمنت تو ذا سيل، وكمان بينهبت الفيروس مالتيبليكيشن او ريبليكيشن باي اندكشن اوف انترفيرون الفا اند بيتا، وبالتالي يبقى الميكانيزم بتاعه في الاكشن كمكمل غذائي بيقفل السكه، فالكوفيد 19 ما يقدرش يكونجيجيت الاس 2 وبالتالي ما يقدرش يخش الخليه وما يقدرش يتكاثر، لان زي ما اتفقنا الفيروس ده ان اكتيف ديد اورجانيزم، محتاج ليفنج سيل تو بي انفكتد عشان يستارت المالتيبليكيشن. والدوز زي ما اتفقنا يا جماعه، لو بتدي بروفيلاكتيك في التشيلدرن نص كيس كل 12 ساعة، في الأدلت بروفيلاكتيك يبقى كيس كل 12 ساعة، ثيرابيوتيك يبقى يتاخد من 400 ل 500، يعني من 4 ل 5 أكياس في جرعات مقسمة، بيجيب نتائج هايلة وبيجيب ريسبونس حلو، وبيتاخد في البروفيلاكسيس، يبقى هنا بروفيلاكسيس وتريتمنت. وهنا بيوريك طبعا قد إيه الحالة لما بتكون كورونا ولازم لها عزل منزلي لمدة أسبوعين، المصريين حواليها بيبقوا عاملين إزاي. يبقى لو الست دي عندها مايلد كورونا، كل دول لو هم داخلين وقاعدين معها القعدة السودة دي المفروض ياخدوا لاكتوفيرين بهذه الكيفية من 100 ل 200، وهي لو مايل تاخد من 400 ل 500. يبقى هو ممكن يتاخد في البروفيلاكسيس وممكن يتاخد في التريتمنت اوف مايلد كيس. حلو قوي. طب لو مودريت يعني عنده كوفيد نيمونيا بس لسه ما كانش فيها هايبوكسيا، هختار الهيدروكسيكلوريكوين ومعها الايفرميكتين او اللوبينافير وتونافير او الريمديسيفير للهاي ريسك جروب. حلو. وهحط الاستيرويدز وهحط الانتي كواجولانت، بالذات لو كانت دي دايمر من 500 ل 1000 او لو كان اعلى من 1000 هتتاخد ثيرابيوتيك. هنا بروفيلاكتيك وهنا ثيرابيوتيك. يبقى هنا بس عايز الفت نظرك ان الهيدروكسيكلوروكوين هيتاخد مع الايفرميكتين الاثنين مع بعض كومباينيشن، كان في المايلد يتاخد يده. السيفير بقى هنادميت البيشنت في الانترميديت كير، وهناخد برضو نفس الكلام الريمديسيفير او اللوبينافير وتونافير. الريمديسيفير خلاص ضربوه في مقتل الدبليو اتش او، فاحنا لسه حتى الان معانا الكاليترا او الالوفيا. والانتي كواجوليشن هيتاخد ثيرابيوتيك بالذات لو كان في سيفير هايبوكسيا، والاسترويدز والاكتمرا او توسيليزوماب، وده مهم جدا بالذات لو كنا لسه قبل اليوم ال 12، والكونفاليسنت بلازما مي بي تيكن انتو كونسيدريشن لو كانت افيلابل وتتاخد ايرلي. الكريتيكال ايل هو العين اللي انت عملت له كل حاجه بالذات الاكسجين ومش راضي يتصلح، يبقى برضو نفس المانجمنت الريمديسيفير واللوبينافير وتونافير وثيرابيوتيك انتي كواجوليشن والاسترويدز والتوسيلوزيوماب، هتخش بكل القوه اللي انت عايزها وتنيم العيان في البرون بوزيشن وتحطه على الهاي فلو نيزل كانيولا او الهاي فلوست نيزل انسفليشن، ولو ما تصلحش تكونسيدر الان اي في او الميكانيكال فنتليشن. وبالتالي يبقى لو انت بتتعامل مع عيان كريتيكال يبقى لازم تعمل ايرلي بلوك للستور بمين؟ بالانتي فايرال، صح؟ وتحط انتي بايوتكس لو كنت شاكك في انفكشن، وزي ما اتفقنا تي ال سي بيبقى عالي والعيان بقى فبرايل بعد ما كان الفيفر راقت، والسي ار بي عالي والبروكالسيتونين عالي وفي سوليد بايلاترال كونسوليديشن زايد اكتر من 50% في خلال 48 ساعه، وتحط الاسترويدز بالجرعه اللي احنا اتفقنا عليها، لو كان عنه فنتليتد ياخد 1 مللي ولو كان فنتليتد ياخد 2 مللي بير كي جي، ونحط الانتي كواجوليشن ثيرابيوتيك وننام العيان على بطنه ونافويد الايه الهايبوكسيا بان احنا نحط العيان على اكسجين يا اما نون ريبريزنج ماسك 15 لتر ما يقعدش عليها فترات طويله، لو ما تصلحش يروح للهايف فلو نيزل كانولا او الانفيزيف ميكانيكال فنتليشن لو جربنا النون انفيزيف وما تصلحناش. حلو قوي. يبقى اذا انت هتصلح الاكسجينيشن بالنون ريبريزنج ماسك، الدنيا اتصلحت ويل اند جود، ما اتصلحتش هتروح للنون انفيزيف، والنون انفيزيف هتجرب مع الهاي فلو نيزل كانيولا، تنام العيان على بطنه وتحطه على الهلمت عشان ينقص الريسك اوف ترانسميشن اوف ذا فيروس، وبعد كده لو رحت السيفير ريسبيراتوري ديستريس يبقى انت خلاص مش نافع، يبقى انت ايه هتروح للانفيزيف ميكانيكال فنتليشن. وهنا بيقول له بقى اتنين قاعدين اهم، بيقول له ده في 1.5 مليون امريكان اتصابوا بالكورونا، قال له لا حول ولا قوه الا بالله، ودول يطلعوا كام بالمصر.
او عملت كل الكلام دوت، يبقى انت ناقص لك بقى العين بعد ما يخف يقول لك despite their illness being over they are having a lot of trouble returning to normal life، ويبقى احنا دخلنا في what's called post covid syndrome، واحنا الحمد لله برضو قايلينه بالتفصيل على اليوتيوب اللي يحب ايه يرجع. هنا بيوريك قد ايه الاهمال والاستهتار. ان اعلنت منظمه الصحه العالميه عن توصل المصريين الى بروتوكول جديد للقضاء على فيروس كورونا عن طريق فحصه. صح، المنظر ده بنشوفه وبنشوفه كلام في اماكن كتير. وهنا بيقول لك ايه، النهارده العصر عربيه التوم معديه بتقول يا منور البلكونه ومحمر المكرونه وقاتل فيروس كورونا يا توم. مش قلت لكم احنا شعب هيجيب جلطه للكره الارضيه؟ ربنا يسلمنا ويسلمكم ويرحم من مات ويشفي من اصيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور احمد اتفضل. تمام يا جماعه اللي متواجد معانا وعنده اي نوع من انواع الاسئله اهلا وسهلا، سواء في الكورونا سواء في النون كورونا. زي ما بقينا دلوقتي نشوف عيانينا بنحط في الديفرنشال دايجنوزيس كوفيد ولا نون كوفيد. تمام دكتور محمد. طبعا بروفيسور دكتور وجدي بي امين وحاضر معانا وبيرحب بحضرتك وبيشكر حضرتك جدا على اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور وجدي. ودكتور وجدي طبعا غني عن التعريف، مدير الامراض الصدريه في جمهوريه مصر العربيه، وهو من الشخصيات المحببه لجميع اطباء الصدر، ومجهوده يشهد به القاصي والداني، وما شاء الله في التوبركلوس عامل انجاز وتحقيق نتائج مذهله ومبهره على ارض الواقع. ربنا سبحانه وتعالى يوفقه وينفع به، ودايما مشرفنا في جميع المحافل الاقليميه والدوليه. تمام دكتور. دكتور احمد ماهر دكتور بيسال حضرتك الكوفيد 19 بروتوكول ان بريجننسي. تمام. هو احنا يا دكتور احمد يعني السؤال بتاع حضرتك سؤال حلو وكويس، بس انا عايز اقول حاجه يا جماعه. يعني هو احنا يعني ممكن نقول ايه اللي ممنوع في البريجننسي عشان يبقى الباقي كله متاح. فانا ما عنديش حاجه ممنوعه منعا باتا اطلاقا بتاتا نهائيا غير الفافي بيرافير. باقي تقدر الضروره بقدرها. يعني ايه؟ يعني ممكن تديه وممكن لا، بس خد بالك ان اللي عليه لا ده الهيدروكسيكلوروكوين بيتكلموا عليه كاتيجوري سي، الريم دي سيفير والكاليترا والايفرميكتين. لكن بيقول لك انت هتشوف المشكله ايه وحجمها قد ايه وتدي اكوردنج. يعني مش هنسيب العيان وزاوت لا، بس المهم نبقى بروفد ان هو بي سي ار بوزيتيف، ونشوف السيفيريتي اخبارها ايه، ويبقى اللي محطوط عارفين ان 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 ممكن ناخده بريسك معين ولا يمنعنا ان احنا ناخده. بس الباقي كله متاح بقى. اللوموليكولار ويت هيبرين كانتي كواجلانت شغال، مش هندي اي حاجه تانية غير اللوموليكولار ويت هيبرين او الانفراكشنيتد هيبرين. الاورال ما تنفعش هنا. وبقيه الادويه يعني لو خدنا البيتا لاكتام هتبقى كويسه، الكلاريسروميسين والازيثروميسين هيبقوا كويسين، الكينيلونز هتبقى ممنوعه، فيتامين سي مفيش مشاكل، والزنك مفيش مشاكل، والبروتون بامب انهبيتور مفيش مشاكل، والاسترويدز برضو ان شاء الله مفيش مشاكل، الهيرليب والكليفت بالات حاجات فيري رير انها تؤكر، وهكذا. يعني الايفيدنس بتاعنا والاكسبيرينس بتاعتنا في البريجنانسي مش عاليه قوي، لكن احنا قلنا اللي ممنوع منعا باتا الكينيلونز، الاورال انتي كواجلانت اللي هي الدو اكس، والفافي بيرافير، والباقي بقى واخد كاتيجوري اللي هو كاتيجوري سي. تمام. في برضه دكتور سؤال تاني، بوست كوفيد 19 سندروم بروتوكول. There is no protocol for post COVID-19. يعني ايه الكلام؟ يعني يا جماعه البوست كوفيد 19 سندروم هو عباره عن حاجه عاديه مش جديده، زي ما اتفقنا قبل كده ده بيحصل في اي فايرال انفكشن، بوست ايبولا سندروم، بوست انفلونزا سندروم، بوست انفكشس مونونيوكليوز سندروم. تتعامل مع المريض في تلبيه نداءات نفسه. عندي وجع ادي له مسكن، عندي سخونيه ادي له مخفض، عندي هجان اعمل له اشعه واعمل له الدي دايمر، واعمل له صوره دم لو كان في سخونيه عشان نتاكد ان مفيش سكندري بكتيريا انفكشن. غير كده يشرب ميه بكميات كتيره من لترين لثلاثه في اليوم او سوائل،
وياكل خضار وفاكهه طازه ويستجيب لنداء جسمه في الراحه وعدم الارهاق. تمام. سؤال تاني يا دكتور، هو الازيثرومايسين اتلغى من البروتوكول حتى في الحالات اللي بنعزلها في البيت، والحالات المعزوله في البيت تاخد العلاج لمده قد ايه، ومده اللاكتوفيرين قد ايه في الحالات البسيطه وحالات الحجز في المستشفى؟ كويس. هو في الحقيقه الازيثرومايسين ما اتلغاش من البروتوكول يا جماعه. هو الازيثرومايسين هو بيتاخد بطريقتين، بطريقه ان هو انتي بايوتيك او بطريقه ان هو اميونو موديولاتوري انتي انفلاماتوري. فلو انت بتديه وما عندكش سكندري بكتيريال انفكشن يبقى انت هتديه كاميونو موديولاتوري انتي انفلاماتوري. هيتاخد هيتاخد مع الهيدروكسيكلوروكوين مثلا في البيت او مع الايفرميكتين بدايه الحالات البسيطه. يبقى هو موجود في الحالات اللي بنعزلها في البيت وبيتاخد 500 على معده فاضيه لان السيستميك ابزوربشن بيأثر عليه، سواء الازيثروميسين سواء الكلاريسروميسين الاثنين شغالين وبيجيبوا نتائج كويسه قوي. بس لازم نبقى واخدين بالنا ان انا مش مديه عشان هو انتي بايوتيك، لا انا مديه عشان هو اميونو موديولاتري. بيتاخد قد ايه؟ بيتاخد لمده 5 ايام او 6 ايام الدوز بتاعته. بعض الناس بيقولوا ادي 500 اول يوم وبعد كده 250 لمده 5 ايام، بعض الناس بيقولوا ادي 500 كل يوم لمده 5 ايام او 6 ايام، فما فيش مشكله خالص في الديوريشن. تاخد العلاج لمده قد ايه؟ علاج الكورونا المفروض بيتاخد من 10 ل 15 يوم. اللاكتوفيرين نفس الكلام من 10 ل 15 يوم. اذا كان عامل بي سي ار وطالع بوزيتيف يبقى لما يقلب نيجاتيف نقدر نوقف الايه؟ اللاكتوفيرين ونقدر نوقف الانتي فاير. وبعد كده هنشوف اذا كان الدي دايمر والانفلاماتوري ماركرز عاليين ولا مش عاليين. لو كانوا عاليين هنكمل بالانتي انفلاماتوري ستيرويدز، هتبقى معانا شويه ونعمل لها جرادوال تيبرنج اللي اذا كانت الجرعه بتاعتها قليله، ونحط معانا اورال انتي كواجلانت ونسحب على مدار من 4 اسابيع لست اسابيع ما لم يكن في هيستوري اوف دي في تي او بالمونري امبوليزم، يبقى الانتي كواجلانت هتكمل من 3 لـ6 شهور. اما الانتي انفلاماتوري بمجرد ما السي ار بي والسيرم فيرتين يقلوا والال دي اتش يقل نقدر نوقف الاسترويدز. دكتور اشرف بيسال حضرتك يا دكتور، از ليفل اوف اور برايفت ذير ار فيو كيسز اوف ري انفكشن ديبندنج اون كلينيكال لاب و سي تي، واتس يور اكسبلانيشن؟ يعني هو عايز يقول ان السي تي في فايندنج ما عندوش كلينيكال مانيفستيشن؟ لا، هو بيقول لحضرتك ان في بعض الكيسز في البرايفت جت بري انفكشن معتمد على كلينيكال سي تي. احنا اتفقنا لو هو عنده ما يثبت ان السي تي كان رجع للنورمال وبعد كده السي تي حصل فيه ديتيريوريشن وان البي سي ار كان قلب نيجاتيف وبعدين رجع تاني لبوزيتيف، يبقى خلاص اوكي انا موافق ان ده ري انفكشن ومش هتعصب ولا هقول ذير از نو ري انفكشن. لكن انا هرد عليه بكلمه بسيطه، اقول له ان احنا في عندنا 50 مليون اصابه وورلد وايد، ذا اونلي ريبورتد كيس كانت حاله واحده بس، فممكن دي تكون الحاله الثانيه، ممكن تكون الحاله الثالثه، ممكن تكون الحاله الرابعه. احنا ما عندناش داتا كافيه تنفي نفي قاطع ابدي، لكن عندنا statistics بتقول it is very rare ان يحصل secondary reactivation او reinfection. تمام. دكتور ناصر خليل طبعا منورنا يا فندم. دكتور ناصر خليل، الدكتور ناصر خليل زائل مننا المره اللي فاتت يا دكتور احمد عشان ما قلناش بتاعه. والله السؤال، والله قلناه، والسؤال اهو ايفرميكتين ان كوفيد 19. طيب هو الايفرميكتين يا دكتور ناصر الدور بتاعه حلو وجايب نتائج كويسه وبينقص الهوسبيتال ستاي، واحنا اتفقنا ان هو بيتاخد القرص 6 مللي جرام اسمه ايفرزين، 6 مللي جرام بيتاخد في داي زيرو. خدوا بالكم يا جماعه مش اسمه داي 1 لا، لان داي زيرو معناها داي 3 داي 4 داي 6، يعني معناها داي زيرو وبعد 3 ايام داي 3 وبعد 3 ايام داي 6، يعني ما ينفعش اليوم الاول والثالث، لا داي صفر اللي انت شفت فيه العيان وبعد 3 ايام وبعد 6 ايام. باخد 36 مللي، بس ناخد بالنا ان ال 36 مللي it is not the therapeutic dose it is a sub therapeutic dose. الثيرابيوتيك هي المفروض تبقى 10، 10 في 6 ب 60 مللي. طب امال انت بتدي ليه سب ثيرابيوتيك؟ عشان لما ادينا ال 10 في الترايلز اللي احنا عاملينها تبع وزاره الصحه وجدنا ان السيفير سايد افكتس حصلت، كانت المينيمال او الماكسيمم توليريتد دوز كانت ال 6 مللي بير داي، 6 اقراص في 6 مللي اللي هي 36 اللي ما عملتش اعراض جانبيه، فاحنا بنديه بجرعه مخفضه.
وبناء عليه طلعنا باستنتاج ان انت لو هتديه في المايلد ادي 6 مللي 6 اقراص اول ما يجي لك اللي هو دي زيرو، وبعديها بثلاثه وبعديها بست ايام. ولو هتديه في المودريت انت مديه بجرعه قليله، يبقى لو سمحت ما تدوش لوحده، حط معاه الهيدروكسيكلوروكوين. وبعض الناس بيتكلموا عليه في البروفيلاكسيس، لكن هذا الكلام لم يثبت بصوره فيها نشر علمي يعني. تمام. دكتور محمد اشرف، يا دكتور دكتور محمد احمد عفوا، بيسال حضرتك انديكيشن اوف الاسبرين ان ايرلي كوفيد 19 انفكشن سبيشالي ان هاي ار بي سي اند بليت. ده ما اول فيش شق من مقارنة. السؤال، اول شق من السؤال. في شق تاني من السؤال عشان بس ايه، ان احنا السؤال طويل شويه. تمام. طيب الاسبرين الشق الأول إن الأنتي بليتلتس ملهاش دور. لو كان العين بياخدها عشان هو كاردياك أو عنده بريفرال أرتيريال ديزيز أو عنده ترانزيانت اسكيميك أتاكس يكمل عليها، لكن لو جاله كورونا هي هاز تو ريسيف أنتي كوأجولنت. أمال الأسبرين ده إيه؟ ده أنتي بليتلت. الانتي بليتلت يا جماعه مجله التشست 2020 بتريكومند اجينست ان انت تستخدم الانتي بليتلت كبلاد سينر في العينين اللي عندهم كوفيد، لكن لو كان هو ماشي عليها من البدايه يكمل وتحط عليها الانتي كواجلانت اللي احنا اتفقنا عليه، سواء اذا كان في الاي سي يو يبقى له مولكيولار ويت هيبرين، سواء اذا كان في اوضه عاديه او في بيتهم يبقى الدو اكس او الدايركت اورال انتي. تمام. السؤال الثاني يا دكتور، احنا دلوقتي في السكند ويف اوف كوفيد 19، هو بيسال ازاي وليه واحنا ما سجلناش زيرو كيسز في مصر علشان نقول ان احنا بدانا السكند ويف. ده سؤال حلو، احنا ما اتفقناش على كده. هو دكتور احمد، دكتور محمد احمد، دكتور محمد احمد، احنا اتفقنا ان انت يا اما توصل لزيرو اصابات او توصل لاجمالي 5% من التوتال ريكوردد كيسز، من الهايست ريكوردد توتال كيسز في وقت من الاوقات. فلو انت مثلا قول وصلت ل 2000 حاله في اليوم، يبقى انت لما تقول لي انا وصلت ل 100 بسجلهم بقالي كام يوم وثبت عليهم، يبقى ده كان اسمه كده ايه البيز لاين بتاعك اللي انت هتبتدي تخش بعد كده بعديه في السكند ويف. وده حصل في الفتره اللي فاتت دي اللي هي من نص 9 لنص 10. تمام. باقي السؤال برضو هو في جزئين تانيين. هو دكتور محمد بيسأل برضو can we start anticoagulant survey in COVID-19 patient when secondary leukemia from the start of infection? On secondary polycythemia. بوليسايسيميا. ادي عادي خالص، ما فيش اي مشكله، ادي الانتي كواجلنت في البوليسايسيميا ما فيش مشكله. تمام. About reinfection of COVID-19, there is already recorded cases and the protocol of management in Kuwait. حته reinfection برضه. احنا اتفقنا، هو احنا حطينا بروتوكول اصلا للانفكشن عشان نحط بروتوكول للري انفكشن؟ ده احنا قلنا لسه قايلين دلوقتي ان هي حاله واحده اتسجلت على مدار 50 مليون اصابه، كويس؟ حطوا لها بروتوكول الحاله ديت؟ لا. عموما لو حصل وثبت ان البي سي ار بتاعه بوزيتيف، وبوزيتيف بتاع فيروس مش بتاع ريمننت اوف فيروس، ادي تاني الانتي فايرال، وادي تاني الانتي كواجلنت لو كانت دي دايمر عالي، وادي تاني الاستيرويدز لو كان عنف ديستريس وبيدي ساتوريت وعلى الدنيا مش مظبوطه، ما عنديش مانع خالص، بس اثبت ان ده ري انفكشن. دكتور ايمان صلاح ليها سؤالين يا دكتور. How can pulmonary embolism cure in fully anticoagulated COVID patient? How can pulmonary embolism cure in fully anticoagulated COVID patient? كويس، هتاخد العلاج عادي خالص لو كان في عندنا pulmonary embolism in fully anticoagulated COVID. How can، لحظة انت هات لي السؤال تاني على الصفحه بتاعتنا كده يا دكتور احمد. هو السؤال موجود على الشات. How pulmonary embolism can cure in COVID patient who are fully coagulated؟ عادي جدا يعني، هي مستغربه هتحصل ليه ولا مستغربه هتخف ازاي؟ هو السؤال كده، السؤال كده، انا دلوقتي لو عندي عيانه بتاخد فول انتي كواجوليشن، يبقى قدامي حل من الاثنين، هي خفت بالانتي كواجولانت ولا ما بتخفش؟ يعني في عيان بيجي له شاورز وامبولايزيشن هوايل هي از انتي كواجوليتد، يبقى العيان دوت حله ان هو يركب فلتر. طب والله العيان دوت عنده ماسيف امبولايزيشن،
يبقى حله ان هو يعمل ثرومبوليتيك ثيرابي. طب جاله بالمر امبوليزم وهيمو دايناميكال ستيبل، يبقى ياخد انتي كواجلانت اللي هي الانجكشن او الاورال. هيمو دايناميكال ان ستيبل يبقى يا اما سيرجيكال امبوليكتومي يا اما ثرومبوليتيك ثيرابي او ريبرفيوجن ثيرابي. بس تمام ده. يا طيب رب اكون فهمت بس السؤال وجاوبت عليه. هو في سؤال تاني لدكتورة إيمان برضو. What is the cause of rapid dehydration in critical COVID patient who is fully anticoagulated on remdesivir will missile prednisolone with orthostatic stimulant without اكتمرة. اكتمرة ماشي غلط. حلو جدا. انت دلوقتي بتقولي انا العيان بتاعي كريتيكال ايل وانا اديته كل حاجه، انتي كواجلانت وانتي فايرال وكورتيكوسترويدز وانتي انفلاماتوري، والعيان بيديتيريوريت، يبقى العيان دخل منك في سايتوكاين ستورم ونوت كوركتد، دخل في مالتيبل اورجان فيلير، دخل في مودز مالتيبل اورجان ديسفانكشن سندروم. خلاص انت دخلتي بس بعد ما حصل فلير للانفلاميشن تصلح. تمام. في سؤال تاني يا دكتور. بعض الحالات بعد الإصابة بيكون عندها صوت طقطقة في الصد مع الحركة، كيفية التعامل معها؟ كيفية التعامل معها، هي كيفية الطقطقة ديت بتسمع بالسماعة ولا بدون السماعة؟ لو بدون السماعة وعلى مستوى العظم ياخد انالجيزيك انتي انفلاماتوري، لو كانت كريبيتيشن يبقى ياخد انتي فايبروتكس ويعيد السي تي. بس طيب دكتور أشرف سأل سؤال تاني. some cases complain of dyspnea COVID post COVID in spite of normal CT, normal lab, normal pulmonary function. ليه؟ لان بقى حصل له حاجه اسمها فقد للياقه البدنيه، محتاج يعمل ريهابيليتيشن. عيان راقد بقى له فتره عمال بياكل وبيشرب، وزنه زاد، حجمه زاد، اللياقه البدنيه بتاعته قلت، وبالتالي هو بقى ديسنك، على الرغم من ان هو لا بقى انيميك والسي تي بقى فيه كومبليت ريزوليوشن، يبقى ده محتاج اعاده تاهيل بالمونري ريهابيليتيشن، يبتدي يفقد الوزن ويبتدي يلعب رياضه وهيرجع لوضعه الطبيعي بس بمرور الوقت. تمام يا دكتور كده. لا كده خلاص كل الاسئله انا رديت عليها ومفيش اي سؤال ما تردش عليه، طيب تمام الحمد سواء لله. كان على الشات او على رحمة التليفون. بنشكرك وبنشكر الساده الحضور وشركه دولكس لاب، في الحقيقه من الشركات اللي هي لم تتاخر عننا لحظه وموجوده معانا من ساعه ما بدات البانديميك، واحنا بنشكرهم على وجودهم وعلى دعمهم لينا، والعرض الجميل اللي دكتور احمد حطه لنا دلوقتي ان هو يبعت لنا البي بي اي ديت موجوده عندنا في العيادات، سواء اذا كان كحول سواء اذا كان ماسكات، يبقى كتر خيرك. وبنشكر الحضور والاستماع والمناقشه العاليه، وبندعو لمن مات بالكورونا ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبلهم في الشهداء، وبندعو لمن اصيب بالشفاء التام، وبندعو لمصرنا ولجميع البلاد بأن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا الوباء. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتك يا دكتور محمد، ألف شكر لحضراتكم، وإن شاء الله الأسبوع القادم بدايته كده هيكون يتم توزيع الحاجة إن شاء الله من زملائي من الميديكال ريبس. بشكركم شكرا وإن شاء الله جزيلا نلتقي على خير، وربنا يسلمنا جميعا ويحفظنا. يا رب يا رب، آمين. شكرا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، مع ألف سلامة. Thank you.